بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ورشتنا تركز على موضوع الثلاث محفزات الخاصة بمنظومة التمييز الحكومي، محفز الاستباقية وهي قدرة الدولة على التعامل مع التحديات والفرص المستقبلية، والمرونة وهي التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها الدولة ومختلف المتغيرات على المستوى المحلي والعالمي، وبعدين عندنا الابتكار، والابتكار يركز على ابتكار قدرات فريدة تجعل من الدولة مثال يحتذى به عالمياً.